لمستشار ثروت طنطاوي. هو طبعا التقرير قال لسه ما قريتوش كامله دلوقتي، انما ممكن اقول هيد لاينز معينه لعموم كحقوق انسان. طب وطبعا حقوق الانسان فيما لا يتعارض بحق المواطن وحمايه الامن القومي له. يعني في نقطه اثيرت عمليه المحاكمات المدنيين امام محاكم عسكريه. المحاكمات امام محاكم عسكريه لابد ان تقنن بطريقه معينه. ليه؟ لان الاحكام المدنيه بتمط بطريقه معينه. لقينا في السنين اللي فاتت دي ان المدنيين بيقوموا باعمال اجراميه ضد البلاد بحجه انهم ممكن المحاكمات المدنيه يطلع بريء منها، يطلع 80% بريء وهكذا، انما ما المحاكمات العسكريه بتبقى قاطعه. لو عرف الجاني ان هيحاكم محاكمه عسكريه على طول بيتردد 1000 مره قبل الايه؟ قبل ما يقوم بيها. الامن القومي لاي دوله لازم محاكمات عسكريه. نشوف اي الدول، كل الدول كده. امن قومي يعني امن قومي. لما رئيس وزراء بريطانيا حصلت من بعض الترابلز اللي حصلت في بريطانيا، ايه اللي حصل؟ رئيس وزراء بريطانيا قال ما تسالونيش عن حقوق الانسان. امن القوم البريطاني الاولويه الاولى. ما يتوافق مع حقوق الانسان اهلا وسهلا. حقوق الانسان فيما يحمي المواطن والوطن. لان اما احمي المواطن، طب والوطن مش محمي، يبقى انا عملت ايه؟ انا حميت واحد على الارض مش محميه. فلابد من المحاكمات العسكريه، لابد فيما يتعلق بالامن القومي الوطني. فيما عدا ذلك محاكمات مدنيه ما فيش مشاكل.